عبر الفنان التونسي صابر الرباعي الثلاثاء 10 مارس 2020 عن حزنه من مشهد خلو الكعبة من المعتمرين بسبب إجراءات اتخذتها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الرباعي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت صورة لصحن المطاف المحيط بالكعبة بينما كان خاليا من المعتمرين، صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديد والتعجب من زمن منعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مكرهين بسبب وباء لم نجد مضادا له. وتابع الفنان التونسي في تغريداته قائلا: اللهم ارفع غضبك عنا واعف عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن، واكتب لنا السلام من كل شر يا عزيز يا غفار أنت القادر والمقتدر. وكانت قد أعلنت السعودية إغلاق الحرمين في غير أوقات الصلاة الخميس بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتح أبوابهما قبل صلاة الفجر بساعة، وذلك في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة فتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين بداية من فجر السبت، ونشر الصورة ديت على حسابه. صابر الرباعي مولود 13 مارس 67، مغني تونسي لقب بأمير الطرب العربي. ولد في صفاقس وهو أصغر أشقائه، حيث تعلم من والدته الغناء ومن والده العزف على العود. سافر إلى مصر وهو المعروف بعشقه للموسيقى المصرية وبأدائه لأغاني محمد عبد الوهاب وكارم محمود الذي كان الناس يشبهونه به، فدخل امتحان الإذاعة المصرية، وكانت اللجنة وقتها من ملحنين كبار أمثال حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وسيد مكاوي. دخل وكان يغني وهو مغمض العينين، وعندما انتهى وفتح عينيه وجد الجميع يصفق ويبكي. وعندها قال حلمي بكر: أنت أخطر صوت أنا سمعته من 20 سنة. سليمة الفقية زوجة الفنان صابر الرباعي الأولى حائزة على دكتوراه في الإدارة والتسويق ومديرة فرع لأحد المصارف في تونس، وحائزة على جائزة أفضل ممثلة هاوية. دي سليمة زوجة الفنان صابر الرباعي الأولى، رياضية وفنانة. يا صابر الرباعي. وبعد انفصالها عن زوجها صابر الرباعي، استطاعت مجلة سيدتي أن تنفرد بالحوار التالي معها: بداية، كيف تعرفت سليمة الشاب على صابر الرباعي الفنان في بداية طريقه؟ ابنة عمة صابر صديقتي، ولقد رآني مرة برفقتها وأنا ألعب الكرة الطائرة، وكنت حينها كابتن فريق كرة الطائرة فأعجب بي، ثم سافرت بعدها إلى صفاقس حيث مكان سكني وأكملت دراستي الجامعية. وبعد 6 سنوات عدت والتقيته صدفة في حفل زفاف شقيقه، حينها طلب مني زيارة أهلي ليتقدم لخطوبتي. وبحكم علاقة الصداقة بين عائلتينا تمت الخطوبة بسرعة، وبعد سنة تزوجنا، وتزوجنا عن حب ووعي ونضج، وهذا ما أنتج مع الوقت حياة زوجية فيها الكثير من التفاهم والألفة والحب. دي سليمة زوجته الأولى، ودي إخلاص زوجته الثانية. وقد قام الإعلامي اللبناني عماد الهواري بنشر صورة حديثة لأبناء النجم صابر الرباعي عبر صفحته الخاصة على تويتر، وهما إسلام وصفاء. أحب الجمهور الصورة كثيرا، والبعض كتب تعليقات جميلة من بينها: ما شاء الله، ولاده مثل القمر، سبحان من خلقهم. وكتب آخر: الله يحميك ويحميهن. دول إسلام وصفاء، ولاد صابر الرباعي من زوجته الأولى سليمة. يذكر أن النجم صابر الرباعي له من زوجته الثانية إخلاص ابنه جود هادي. ده جود ابن
صابر الرباعي من زوجته الثانية إخلاص لإخلاص زوجته الثانية. ومن الغريب أن هناك شبه كبير بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الجديدة إخلاص، فهل لاحظتم هذا الشبه الكبير؟ هنشوف صور دلوقتي ليهم، اللي على اليمين إخلاص وعلى الشمال سليمة زوجته الأولى. إيه رأيكم؟ في شبه كبير فعلا، شاركونا في التعليقات. سليمة اللي هي على الشمال وإخلاص اللي هي على اليمين، دي صور متفرقة لي مع إخلاص زوجته التانية. على مدار السنوات الماضية وهنشوف مشاكل دلوقتي وأزمات قابلته في حياته. منذ بدء الساعات الأولى لصباح الاثنين 22 أغسطس انتشرت صورة تجمع بين المطرب التونسي صابر الرباعي وأحد الضباط الإسرائيليين، عقب أن نشرها الحساب الرسمي لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة. فيما قال حساب المنسق على تويتر: نسعد بتعزيز الحفلات الفنية، مرحبين بوصول كل فنان، وسررنا بتنسيق عبور الرباعي عبر جسر اللمبي. وأثارت الصور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم النجاح الذي حققه الحفل الذي أقيم على مسرح مدينة روابي برام الله. ودي الصورة اللي أثارت الجدل لصابر الرباعي مع أحد الضباط الإسرائيليين، وهنشوف رد صابر الرباعي على الموضوع ده كان إيه. وصارع المغني التونسي الشهير بإصدار بيان قال فيه أن منسق عبور عرف نفسه بأنه فلسطيني واسمه هادي، وأضاف أنه لم يكن بالفعل يعرف هوية الضابط الإسرائيلي. ونفى الرباعي أي نية للتطبيع، وأضاف في بيانه أن مواقف كهذه ستزيد تمسكنا بالقضية الفلسطينية وإيماننا بها، وستزيد إصرارنا على دعم حق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم كباقي شعوب الأرض، وزيارة السجين لا تعني التطبيع مع السجان. يشار إلى أن البيان لم يوقف موجة الانتقادات الواسعة. ومن الأزمات التي قابلها صابر الرباعي وأثارت جدلا كبيرا هي إخبار بإدراج اسمه في لائحة الاغتيالات، واندهش وقتها مما حدث قائلا: أنا لست ناشطا ولم أتبلغ بتحذير من الجهات الأمنية التونسية. وأضاف: مهمتي نشر الفرح والفن الجميل بين الناس، ولا أدري ما هي الأسباب التي من الممكن أن تحرض هؤلاء على إيذائي. وفي حفل اختيار أفضل مطرب عربي الذي نظمته مجلة شاشات المصرية، تحول المؤتمر الصحفي إلى مجال للنقاش الحاد بين الحضور من الصحفيين الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض، عقب إعلان رئيس التحرير المجلة منى نشأت منح صابر الرباعي لقب أمير الطرب العربي. ومن المعروف أن الفنان هاني شاكر يحمل ومنذ سنوات لقب أمير الغناء العربي. الصحفيون الرافضون لمنح صابر الرباعي اللقب أكدوا على احترامهم لصابر وموهبته، إلا أن هاني شاكر فنان له مكانته، كما قالوا وأشاروا إلى أنه يمكن للمجلة منح صابر الرباعي أي لقب آخر. وقال الفنان صابر الرباعي في محاولة لتهدئة الحاضرين: حصولي على هذا اللقب تحديدا ليس مسؤوليتي، لكن مسؤولية المجلة التي منحتني إياه، ولكن ما أود قوله أن الفنان الكبير هاني شاكر قامة فنية كبيرة وتاريخ غنائي حافل، أتمنى الوصول لما وصل إليه في مشواره، ومهما كانت الألقاب سيظل الفنان الكبير هاني شاكر فنانا في القلوب. وخلال حفل فني أحيا صابر الرباعي في الإمارات،
ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، ألقى عليه شخص ما إحدى العبوات البلاستيكية. بعد انتهاء الحفل، ولكنه لم يصاب بشيء، وأشار الرباعي في تصريحات صحفية سابقة إلى أنه تم تسجيل ما حدث، وأن الجهات الأمنية تحقق في الأمر وقبضت على الشخص. واعتذر عدد من الجمهور الإماراتي للمطرب عما حدث معه في الإمارات، وأكد له أن الشعب الإماراتي يكن له كل احترام وتقدير، كما أصدرت إدارة مهرجان الشارقة بيانا صحفيا تؤكد فيه احترامها للفنان صابر الرباعي، وأن مقام هذا الشخص به يعتبر تصرفا فرديا لا يعبر عن الجمهور الإماراتي أو إدارة المهرجان، وأكدوا أن الأمن قبض على الشخص ويحقق معه حاليا. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.